أسعد الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج مواجهه ضيفها الرئيس ليس اشكاليا بحكم مناصبه المتعدده ولكنه اشكالي من حيث مواقفه السياسيه التي ربما خالفت المالوف في طبقه الحكم للانصاف انه منحاز الى الاصلاح ولم يسجل عليه اي ملمع فساد وربما هذا اوغر صدر كثيرين عليه فالإصلاح ليست بضاعة رائجة ونزاهة اليد مطلوبة شعبيا وربما تكون محطة انتقاد في مراكز صنع القرار ضيف مواجهة اليوم الأستاذ مروان لمعشر بدون ألقاب فأظن أن أقوى ما في مروان لمعشر أنه مروان لمعشر مساء الخير دكتور مروان مساء النور ويعني سعداء أن نكون في مواجهة معك ونبدأ من المفصل الأول ربما رأت الناس صورتين متناقضتين في ذهن الناس رأت أول سفير أردني في واشنطن ورأت أول وزير إعلام يخرج إلى الناس بانفتاح بيحكي بالعادة وزير الإعلام يصدر أوامر كان أنت كنت تحكي ما بين الصورتين كيف يرى مروان المعشر نفسه وهل لو عادت فيك الوقت ستقبل ان تكون اول سفير اردني في اسرائيل؟ اخي عمر انا لا ارى اي تناقض في الصورتين، يعني طبعا قيل الكثير عن موضوع السفاره. سنه ال 95 طلب مني جلاله الملك ان اذهب، الله يرحمه الملك حسين ان اذهب الى اسرائيل، وانا لم اكن اريد ان اذهب، واعتكفت في بيتي اسبوع. اسبوع كامل من الزمن وانت تدرس بالقرار؟ لا، وانا لا اريد ان اذهب مش رافض را وثم ناداني جلالة الملك امام 200 من الاشخاص اللي كانوا مشاركين بالمفاوضات وقال مروان انا اعرف اعتراضاتك الشخصية لكن اريدك ان تذهب. واعتراضاتك بشتغل معك انا وياك عليها. ورجعت على البيت ايضا اعتكفت وجاءني من اكبر معارضي الاتفاقية مع اسرائيل وقالوا لي اذا حدا بده يروح أحسن أنت تروح وما يشترك الإسرائيلي مما يروح حدا تاني أنا أعتقد أني رحت كموظف طلب يعني أذنت لأوامر جلالة الملك في فترة صعبة وأنا فخور يعني سجلي في إسرائيل أنا بنيت علاقات مع الفلسطينيين في إسرائيل إلى أبعد يعني درجة إلى الآن ويتكلموا فيها بنيت علاقات مع الفلسطينيين في الضفة لم أزر اسرائيل مره واحده بعد ترك المنصب منذ تركت السفاره مرة لم واحدة تزر لم ازور اسرائيل واكثر من ذلك عندما اتى موضوع الحائط الاسرائيلي واتت على الاردن ضغوط عديده للبقاء صامتا كنت وزير خارجي وقدت الحمله الاردنيه التي والحمد لله نجحت في اصدار قرار محكمة قرار محكمة وأنت وزير خارجية أنت الذي قدت حملة الجدار أنا الحزن. الذي قدت أنا يعني بدي أحكيها أنا أنا ما بتكلم عن أنا عادة لا. لكن في هذا المجال مجبور الواحد يحكي أنا الذي قدت الحملة الأردنية ضد الحائط الإسرائيلي وأنا م. اللي وظفت قاضي دولي أو محامي دولي سير آرثر واتس بريطاني متخصص في هذه الأمور وعملنا معه مع فريق أردني ممتاز من وزارة الخارجية وتمكنا من إصدار مرافعة كان لها الأثر الكبير في القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية نعم. فأنا ما عندي مشكلة يعني في موضوع إسرائيل أنا من أكبر ك... المنتقدين نحكي انا واكثر شخص تتعرض للانتقاد وانا من من من, الرافضين لاتفاقيه الغاز انا يعني ما عندي مشكله في هذا الكلام اديت وظيفه رسميه انا كنت ممثل جلاله الملك وممثل الاردن لدى دوله في وقت صعب ولم اكن اكثر من ذلك ودائما بحكيها للناس السفير الاردني في الاتحاد السوفيتي ما كان شيوعي فالموضوع لا ليس له علاقه بموقف سياسي هو موضوع وظيفة أديتها في حين وحظيت بدعم من أطياف المعارضة الأردنية للمعاهدة للذهاب إلى المشروع آه بدون شك وأنا ما بدي أسمي أسماء الآن لكن مستعد اللي بحب أعطيه أسامي <applause> آه ورحت أول أسبوع رحت هناك رحت على بيت الشرق وزرت فيصل حسيني الله يرحمه لحمه. وطلعت على درج بيت الشرق وقلت قدس فلسطينية ويجب أن تعود للسيادة الفلسطينية في أول أسبوع في من أول أسبوع من ذهابي إلى إسرائيل لماذا اليوم عندما طرحت مشروعا سياسيا تنويريا يأتي الملف ها هذا هو السؤال سيد العزيز <applause> أنت بطبيعة الحال أنا لست السفير الأردني الوحيد صحيح الذي ذهب إلى إسرائيل لكن الكلام فقط عن السفير الوحيد الذي يحاكم انت لان البقيل. السفير الوحيد اذا بتسمح لي بين كل اللي راحوا اللي بيتكلم بالاصلاح هل هناك علاقه بين الاثنين أترك هل تدفع ثمن مواقفك الاصلاحيه اترك الحكم للناس ولكن ايضا يعني في فتره وزاره الاعلام نسجت علاقات طيبه ولم يلتفت احد يعني في إيداك في الخارجيه كان التقييم جيد او جيد جدا في الاعلام كان ممتاز في لما, لما كنت وزير بلاط وزير نائب رئيس ما تكلم في الموضوع صحيح. لما رحت وزير بلاط ما حدش تكلم في الموضوع لما رحت سفير في امريكا ما حدش تكلم في الموضوع فقط عندما بدات اتحدث عن الاصلاح بهذه الصوره بدات الحمله علي انني كنت سفير في اسرائيل وربما الحمله في بعض الاحيان من جهات قريبه من مراكز صنع مراكز القرار. الصنع القرار التي يعني بعثتني الى اسرائيل في في الدرجه <applause> الاولى والله ستدينك نعم طب دكتور بس انت يعني على شده نعومه ملمحك الى انك يعني سياسي مشاكس يقال انك لما كنت وزيرا للبلاط قطعت يعني الاعطيات فدفعت ثمنا لذلك نعم انا فخور اني قطعت الاعطيات وانا قلت من اللحظة الاولى اللي كنت فيها وزير البلاط لن في عهدي لن يعني يتم اعطاء فلس واحد والتزمت بذلك طيله الفتره اللي كانت فتره قصيره أه ثلاثة, أشهر ثلاثه اشهر اظن وبعدين أشهر أشهر يعني صحيح ما طولتش لانه الاعطيات ثم لا انا ما ما بحكي اني ما طولت عشان الاعطيات، لا لا ما ما يعني ولكن هذا هذا التزمت موضوع اخر انما انا التزمت بهذا الموقف لم اعطي في حياتي فلسا واحدا لصحفي لا لما كنت وزير اعلام ولا لما كنت نائب رئيس وزراء ولا لما كنت وزير بلاط. لا صحفي ولا غير صحفي. ولا للدبطة. انسان. ولا بني ولا انسان. بلاش يفكروا انه بنحكي ولا انسان. ثم جئت نائبا لرئيس الوزراء في حكومه عدنان بدران. و... وكثير و... كثير من الصحفيين اللي كانوا ياخذوا فلوس حتى يعني اذا بدك صراحه ازيد من هيك آه. هم من اشد المعادين لليوم لانه يعني الباب سكرته انا بحكي لك انا بحكي لك يعني بهذا وانا مسؤول عن كلام يعني بجوز احنا المبسوطين انه ما اخذناش منك طب دكتور اليوم اليس مفارقه ان من داخل السيستم اعتاد الاردنيون على سماع صوت مشاكس بس يبطل وزير بصير شويه معارضه بس يبطل مسؤول بصير شويه ولكن انت منهجي يعني انت تقود سلوكا منهجيا لذلك هذا رفع درجة أول شخص من السيستم يخرج ليقدم برنامجا نقيضا أنت لا الكثير, الكثير يتهمني بأني يعني معلي الصوت حتى أرجع على الحكومة م. لو بدي أرجع للحكومة ما مع يعني أنا كنت في الحكومة كنت نائب رئيس وزراء إيش بدي أكون لو بدي أكون في الحكومة كان كل ما يعني كان لازم أسوي اني اسكر تمي شروط الاستحقاق سهله فانا سهل. مش اني بعلي حتى اوصل انا واصل يا اخوان كنت واصل الى اعلى الدرجات شو بدي اكون اكثر من نائب رئيس وزراء وزير بلاط انا كنت واصل انا انا متصالح مع نفسي لما كنت في الحكومه ولما كنت خارج الحكومه لما كنت في الحكومه كنت مؤمن بانه وجودي داخل الحكومه سيساعد العمليه الاصلاحيه منذ اللحظة الأولى التي دخلت فيها الحكومة أنت حكيت أخ عمر عن فترة, وزارة, فترة وزارة, الإعلام. وزارة, الإعلام. أنا من كتبت قانون إلغاء الوزارة وأنت تذكر ذلك صحيح. وبقي حبيس أدراج مجلس النواب سبع سنين وبالأخير التغت الوزارة لكن لم يلغى التدخل, لن... التدخل, في... التدخل في في, في وسائل الاعلام اللقاء الاسبوعي انا وضع وضع أنا, انا اللي عملت اللقاء الاسبوعي و... وكنت منفتح الى ابعد الحدود صحيح. مع الصحافه ولما كنت وزير خارجيه انا ايضا كان لي يعني دور في عمليه اصلاحيه مش داخل الاردن فقط في الوطن العربي كله يعني لما كنا بوزاره بوزارات الخارجيه العرب وكتبنا وثيقه تونس في 2004 انا كان لي دور كبير في هذا الكلام الوثيقه الاصلاحيه الإصلاح؟ التي تنادي بالاصلاح الى اخر ذلك اظن بعد تقرير تنميه المواجهة جلاله الملك ناداني من واشنطن اصلا وبعث لي برساله في اول عهده بانه يريد مساعده في كيفيه يعني القيام بالعملية الإصلاحية أنا كنت أتكلم مع جلالة الملك في العملية الإصلاحية منذ اللحظة الأولى التي عدت فيها من واشنطن وتسلمت وزارة الخارجية ومن ولهذا السبب طبعا سلمني جلالة الملك الأجندة الوطنية ولا ليش, أخ ليش يعني سياسي دبلوماسي خارجي بالأمور الخارجية يستلم شأن داخلي شأن داخلي كان لإيمانه بأنه يعني أنا قادر على القيام بهذه المهمة الإصلاحية وأنا مرة أخرى أيضا فخور جدا بأني اشتغلت مع 450 أردني وأردنية طلعوا وثيقة الأجندة الوطنية وهي اليوم الوثيقة المرجعية أصبحت ولكن التي ينادي بها الناس ولكن دكتور خلينا نكون يعني وأنا مراقب مروان اللي معشر قبل الأجندة غير مروان بعد مروان اللي معشر بطبيعة الحال أحسست بالجروح أن الأجندة رميت أو لم يلتزم بها لم تعمل بها شوف 2005 كانت أصعب سنة في حياتي المهنية وهي سنة الأجندة نعم لا. مش لأنه يعني المناقشات ما كانتش حامية والآخر هذا طبيعي لأني رأيت معارضة الكثيرين ممن هم من أركان النظام رأيت المعارضة الشرسة ضد أي محاولة إصلاحية ورايت المدى الذي يمكن ان يذهب اليه في اغتيال الشخصيه وفي تصوير كل جهد اصلاحي انما بانه امريكي او بانه صهيوني، ايش في ايش في امريكي في 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 الطلب انه يكون في حياه حزبيه نيابيه، ايش فيها امريكي هذا الموضوع؟ فرايت الـ الـ الشراسه اللي العديد من اركان النظام مستعدين للقيام بها. بدون شك يعني ترك جرح لا تزال اثاره الى اليوم بدون شك في ذلك لا انما انا مش عم بشتغل يعني عشان مش جرح, عشان شخصي, ما جرح شخصي شخصي انا بشتغل عشان ما انا بعتقد انه وطني بحاجه الى عمليه اصلاحيه سياسيه واننا تكلمنا عن الاصلاح كثيرا ولم نقم به فانا بطبيعه الحال وجودي خارج الحكم بيسمح لي اني اتكلم ب يعني وانا معلي الصوت اكثر مش لاني بدي ارجع الحكومه لانه اولا انا خارج كل واحد خارج الحكومه بيستطيع يحكي باستقلاليه نعم. اكثر ولكن ايضا لانني رايت شايف حجم المعارضه الموجوده داخل السيستم للموضوع الاصلاحي ورايت انه انا يعني بعطي مليكي وبعطي وطني خدمه عندما اقوم بالحديث عن هذا الكلام وانت بتعرف عمر انا ما خرجت سطر واحد اقول لك حرف واحد عما يقوله جلاله الملك في اوراق النقاشيه فانا مجاني يعني حامل السلم بالعرض هل تخشى اننا صدقنا اوراق الملك النقاشيه اكثر من اركان الحكم ومن رجال السلطه بصراحه الموضوع مش المواطن العادي مش بس يصدق يريد هذه الاوراق انما العديد من اركان الحكم لا يريدها لانها وانا بتكلم بهالموضوع صراحه وانا مره اخرى بصراحه هذا سبب رئيسي للهجوم علي لاني بقول هذا الكلام صراحه الموضوع مش موضوع يعني خلاف في وجهات النظر الموضوع خلاف حول المصالح هناك مصالح شخصيه لا يريد الكثير ان يفقدها لما بيكون في احزاب في البلد بتفرز قيادات غير القيادات الموجوده حاليا ربما في ناس راح تخسر مصالحها لما يكون الكفاءة هي المعيار الذي يعتمد لاختيار الناس للوظيفة وليس وليس أمور أخرى الواسطة والبدكية لما في ناس راح تفقد وظائفها وراح تفقد امتيازاتها ما بدهم يفقدوا هالامتيازات أنا ما بدي أقول إنه كل واحد ما بده إصلاح يعني يدافع عن الامتيازات لكن أنا بقول هناك يعني جبهة متراصة معارضة للإصلاح لأنها لا تريد اختيار على شدة الخلاف اللي بينهم يتوحدوا في الحرب على الإصلاح بدون أدنى شك ولكن أليس ملفتا أن من يطالب بالإصلاح من يطالب بالمدنية الدولية من يطالب بالتنوير لا تتوحدون والله هذا هذه أيضا معضلة هذه معضلة يا عمر أنا السنة الماضية حاولت توحيد الجهود التي تطالب بالإصلاح و ذهبت وتكلمت مع كثيرين وقلت لهم ما تقوله الان احنا يعني كلياتنا يعني كمشت هذا فليس من المفيد ان نكون مشردمين خلينا نوحد الجهود وخلينا نشتغل مع بعض في ناس قبلت بهذا الكلام وفي ناس ما قبلت انا ما بدي ادخل في الاسباب في ناس لها اسباب وفي ناس يعني إحنا كنا, كنا بس للإنصاف قديش اللي ما قبلوا لأسباب منهجية وقديش اللي ما قبلوا لأسباب شخصية في ما بدي أحط أرقام في ناس بدون أدنى شك ما قبلوا لأسباب شخصية يريدوا أن يكونوا يعني يكونوا حزب الشخص حزب الفرد في ناس ما قبلوا لأسباب تنظيمية هم كانوا ماشيين في طريق نعم آخر ووجدوا من الصعوبة يعني يعني تغيير الوجهة وفي ناس قالوا لا بدنا نشتغل واحنا في محاولتنا الاخيره هاي اللي هي يعني التحالف المدني عم نطالب بحزب افكار وليس حزب احنا يعني هذا نخليه الجزء الاخير نحكي من هالحوار. بعدين بس نعم. اللي بدي احكيه يعني م. انه الناس اللي قبلت م. انها تشتغل مع بعض رغم طبعا في اختلافات يعني مرات حتى كبيره في وجهات النظر والمواقف لكن كلهم متفقين حول اسس الدوله المدنيه هذول الناس عم بيشتغلوا مع بعض اليوم واحنا اليوم المجموعه اللي بنتكلم عنها بعدين مجموعه لا تؤمن بالفرد ولا تؤمن بالشخص وتعمل يعني كمجموعه ولا تعمل بشكل ولكن يطلع. ال 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 الاطار التنويري المدني لم يستطع توحيد نفسه كما يوحد الاطار اليميني المصلحي بدون شك دكتور اليوم كثيرون يقولون ان مسيحيه مروان المعشر اثرت على يعني ترقيه سياسي فبالتالي سعيه الى دوله مدنيه لانه الرجل فيه جروح في داخله ويعني لو ما كانش مروان المعشر مسيح كان زمان صار ايش وزراء هذه الثقافه ثقافه لا أؤمن بها انه المنصب يعني هو كل شيء ما هي هاي الثقافه اللي وصلتنا الى ما نحن عليه كل واحد بده بده المنصب انا سيد العزيز يمكن ما كنت رئيس وزراء بس كان لي من التاثير لا مؤاخذه اكبر من رئيس الوزراء في وقت من الاوقات القضيه مش قضيه منصب واحكي لك مين ما يجي رئيس وزراء مسيحي ولا مسلم ولا من مكان المدخل. اليوم ما راح ياثر لانه الموضوع بطلت موضع منصب رئيس الوزراء صار الموضوع يتعلق بهيكليه الدوله الاردنيه هل الحكومة لها الولاية العامة المطلقة ولا ما إلها؟ ما دور الأجهزة الأمنية؟ ما دور الأجهزة التشريعية؟ ما دور الديوان الملكي؟ يعني كل هذه الأمور أصبح بحاجة إلى مراجعة قبل أن تتم هذه المراجعة مين ما تجيب تجيب؟ يعني ما إلو, ما إلو معنى فقضية مسيحية مروان المعشر أنا بالنسبة لي عمر عمرها ما كانت يعني بالنسبة الي يعني عامل بفكر فيه. احنا المسيحية في الأردن 2% 3% إذا ضرب القرد على رأيهم لكن الجميل في المسيحيين الأردنيين برأيي أنهم لا ينظروا إلى أنفسهم كأقلية. بيشوفوا حالهم أولاد وبنات البلد. ولذلك ما بتصرفوا بعقلية الأقلية بال... بتصرفوا بعقليه الوطنيه الاردنيه، وانا بدون شك من هذا عمري بحياتي ما اخذت بعين الاعتبار انه انا مسيحي اذا هناك سقف، ما ما في سقوف، والدستور الاردني ما فيه سقوف يعني. بس الكلام مره اخرى انا هدفي بناء مؤسسات راسخه وحقيقيه، مش هدفي منصب رئيس وزراء، هذا الكلام يعني تعديناه من زمان. واللي بيتكلم بهالاسلوب هو اللي بده المناصب بده المناصب يعني ما زال الكثير ولكن بعد الفاصل سنتحدث عن التحالف المدني وعن الاجنده الوطنيه او كما احب ان اسميها واذا الموؤودة سئلت باي ذب قتلت ولكن بعد الفاصل اعزائي المشاهدين وارحب بضيفي معالي الدكتور مروان المعشر. دكتور كثير من الملاحظات التي تقدمها على نهج الاصلاح واعتقد يعني بجوز من هون الهجمه على الدكتور مروان انك تشكك في الاراده السياسيه في الاصلاح اننا لا نملك الاراده لتنفيذ المشاريع الاصلاحيه. انا لا اشكك في اراده جلاله الملك، يعني خلنا تكون الامور لا. واضحه. وانا في كل كلامي عن الاصلاح استرشد واستشهد باوراق جلاله الملك النقاشيه لكنني اشكك بالاراده السياسيه للكثير من اركان الحكم هذا بدون شك طبقه تكلمنا الحكم تكلمنا نعم. عن ذلك نعم. في الماضي نعم. الاصلاح يتطلب اصلاحيين ويتطلب اجراءات اصلاحيه ويتطلب شجاعه في تخطي الصعوبات والحواجز. جلاله الملك يعني موقفه واضح وضع تصور ممتاز لمستقبل الاردن، تصور ينقلنا الى دوله حداثيه تعدديه مستقره ومزدهره في نفس الوقت. الان المطلوب من اركان الدوله تطبيق هذا التصور. اما ان يخرج جلاله الملك بهذا التصور المستقبل الحداثي ومن ثم نرى ممارسات من العديد من اركان الدولة هي تاتي ضد هذا التوجه تماما لابد ان اشكك في الاراده السياسيه. يعني انا صرت شايف اكثر من شخصيه قالت انها سمعت من الملك بانه يعني يوجه انه اذا بتعملوا احزاب اذا 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 اذا, إذا, إذا. ولكن دائما يصطدمون بالمحيط بال الحلقة الأولى والثانية والثالثة أنا, أنا أزعم عمر أنني يعني لما كنت في الحكم كنت قريب جدا من جلالة الملك وكنت قريب من فكره وكنا نتناقش يعني الأجندة أجت في 2005 بس أنا في مع جلالة الملك من 2001 ويعني النقاشات كانت نقاشات متعددة بعضها يعني بعضها علني وبعضها غير علني أنا أعرف أن جلالة الملك يريد الإصلاح وأنا أعرف أن جلالة الملك يعني له نظرة متقدمة جدا ولو ما كان بده أحكي لك كان جاب شخصية غير غيري لترأس الأجندة الوطنية بس أيضا أنا أعرف لأني عملت في الدولة وأنا بتكلم مش يعني من تحليل بتكلم من معلومات نعم. لما كنت داخل الدولة وتحديدا لما كنت في الأجندة الوطنية رأيت الهجمة على كل هذه التوجهات الإصلاحية من أركان الدولة وأنا الآن أسأل حقيقة ودائما بسألها بدون تهكم من الموالي ومن المعارض في الدولة الأردنية هل من يعمل حسب توجيهات وإرشادات وأوراق جلالة الملك النقاشية اليوم ينعت بالمعارضة مثلي ومن يعمل ضد هذه التوجيهات ينعت بالموالاة هل هذا معقول؟ كتبت ذلك واثار ضجه فتره طبعا تثير ضجه طبعا لانه لا يريدون الاعتراف انت تعتبر بذلك. نفسك ملتزم بالرؤيه الملكيه ومع ذلك تصنف معارضا 100% والذي يعاكس الرؤيه الملكيه يصنف مواليا انا موالي لجلاله الملك مش بالموالاه التقليديه اللي بتعرف كيف يعني بتسكر ثمها مم. وايش ما يصير ماشي وما فيش لا نصيحه ولا أنا مش من هذا النوع من الموالاة أنا موالاتي تتطلب مني أن أكون صريحا فيما أعتقد أنه الصحيح مش معناته دائما أنت أنا تضع الصحيح. على طاولة الملك خيارات متعددة أنا أعتقد أنه جلالة الملك من حقه علينا أن نكون صريحين معه مش الأمور يعني أنه إحنا مش بصيمة يعني ولجلالة الملك القرار في نهاية الموضوع لكن حتى ياخذ القرار الصحيح لابد له ان يستمع الى كافه الاراء هل الاجنده الوطنيه التي جاءت بتكليف ملكي من اجهضها؟ اذا الملك اللي كلف مين بنشطها؟ الاجنده الوطنيه ومره اخرى اتكلم من معلومات وليس من باب التحليل اجهضت بسبب موقفها من قانون الانتخاب يعني كانت الامور ماشيه بسلاسه الى ان اتينا وناقشنا قانون الانتخاب وقلنا لابد من كسر حاجز الصوت الواحد وقلنا ان التقدم في الاردن والاصلاح الاقتصادي لا يمكن له ان يتم دون أن تكون هناك عملية سياسية إصلاح سياسي موازي لا. لماذا؟ لأن الإصلاح الاقتصادي فيه انفتاح فيه بيع للمؤسسات التي كانت الدولة تشرف عليها فيه العديد من الأمور التي تتطلب رقابة وتتطلب رقابة تشريعية ولذلك يعني الإصلاح السياسي كان مهم جدا ومن أول أسس الإصلاح السياسي أن يكون هناك قانون انتخاب ممثل ويشعر فيه الأردنيين بأنه حقيقة يمثل توجههم لما تكلمنا وطبعا أنت بتعرف وأعتقد الكل بيعرف الآن والنتيجة واضحة أن الصوت الواحد لا يحقق هذه صحيح. المطالب لما تكلمنا بالصوت الواحد قامت علينا القيامة شايف امامي يعني مش مش مش, مش خلفك يعني هو, لا لا هو صار كثير شغلات خلفي آه بس في شيء شخ... قدام بس في امامي وصارت الناس تتكلم انه يا سيدي احنا قبل حل النزاع العربي الاسرائيلي كسر حاجز الصوت الواحد يعني قفزه في المجهول قيل عنه قفزه في المجهول سبحان الله بعد الربيع العربي بطل قفزه في المجهول ومنحلش ومن ومن النزاع العربي الاسرائيلي لكن في حينه كان قفزه في المجهول ووضعت كافه الاسباب لماذا يعني لا يجب علينا ان نكسر حاجز صوت الواحد؟ صرنا اذا بتتذكر صار كسر حاجز صوت الواحد توطين توطين ها؟ صار كسر حاجز صوت الواحد تفكيك لمؤسسات الدوله. يعني صار في تهم معلبه غريبه جدا واكثر من غريبة. هاجمك الذين كانوا يتحدثون عن الاصلاح والتنوير ونذكر يعني صحيفه الان راحت هي اللي تبنت الملف للاسف طيب وايضا قالوا انك يعني يعني تجامل الاخوان المسلمين الى حد يعني احنا مره بقولوا ما, ما هو زبطش معه لانه مسيحي بعدين برجع بقول لك ما هو يعني مروان اللي مع الاخوان المسلمين يوم بيحكوا انه ضد الدين ويوم بيحكوا انه مع الاخوان المسلمين ويوم والله احترت يعني احترت كيف بده يصفون انا موقفي واضح في هذه العمليه انا لا اوافق الاخوان المسلمين في الكثير من القضايا التي يطرحونها وخاصة في موضوع إدخال الدين في السياسة. لا. ولكنني أدافع عن حق الجميع بما في ذلك الإخوان المسلمين في العمل السلمي. لأنه أنا إذا بدي أقصي الإخوان بدي أسمح للإخوان يقصوني. فأنا موقفي مبدئي لكن لا يعني دفاعي عن حقهم في العمل أنه موافقة على آرائهم. هذا الكلام يعني شوف هذا الكلام من الأبجديات السياسية. صحيح. لكن للأسف ما عندنا ثقافة سياسية في الكثير من الأحيان يعني بتدرك هذا الكلام بصير الشخص هي كل شيء لما لما بفيدنا إنه مروان معشر نتهمه بأنه إخوان مسلمين نتهمه ولما بفيدنا نتهم مروان معشر ضد الدين نتهمه كمان اصطدمت مع الثقل الأمني مع المركز الأمني يعني أنت تبحث عن التقدم السياسي على الأمن وبالتالي هذا يعني أورثك قضايا ومواقف ضدك؟ ما صار في اصطدامات مباشرة حتى للأمانة ويعني حتى أكون أيضا صادق أنا مع كل كلامي عن الإصلاح مع الأجهزة الأمنية ما عمرهاش تكلمت معي لا من قريب ولا من بعيد بس مش هذا بيت القصيد بيت القصيد بت أنا بحكيه بصريح العبارة الأجهزة الأمنية تقوم بعمل أمني ممتاز ويعني ساهمت إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار لهذا البلد ويجب أن تشكر عليه صباحا مساء أنا عندي انتقاد لدور الأجهزة الأمنية في العمل السياسي في الشق السياسي الشق السياسي مش, مش دور الأجهزة الأمنية أن تقوم به هذا الانتقاد وأقوله بكل صراحة وبكل موضوعية وبكل هدوء أيضا أنا مش جاي ناوي يعني أصطدم مع مؤسسات الدولة أنا بقول يا, يا إخوان لكل دوره في دور أمني ممتاز تقوم به الأجهزة الأمنية في السياق الأمني وخلي سياسة مرت فترة دكتور كنت أنتم يعني من تتحكمون بمفاصل الدولة جبتوا رئيس وزراء بما يسمى باجتماع العقبة يعني فترة كنتوا أنتم مجموعة الديجيتال إنجاز التعبير اللي ماسكين كل مفاصل البلد لماذا عجزتم؟ اولا هذا الكلام غير صحيح المجموعة الديجيتال اطلقت علي على بعض الاشخاص وانا منهم من بعض اركان الدولة ما كان في مجموعة اسمها ديجيتال ومجموعة اسمها لانه اولا لا عيب ان تكون هناك مج... يعني ديجيتال صرنا هلا نعيب نفسنا بالارقام يعبشون يعني صارت الارقام عيب صارت المعلومات عيب ف يعني أنا أرفض هذا التعبير لأنه لا. يعني ولكنه أه هكذا أصطلح بعرف بعرف بس أنا بحكي لك أولاً يعني خلونا نطلع بس على الأمور اللي بيشتغل ديجيتال مش عيب يا إخوان صحيح. كل العالم بيشتغل ديجيتال بنضلنا إحنا بالعصر التاسع عشر يعني بس ما كان في مجموعة ديجيتال تعمل من أجل الإصلاح السياسي بنفس التماسك ما كان في كان في ناس همهم إصلاح اقتصادي كان في ناس همهم إصلاح سياسي كان في ناس همهم الشغلتين. هذا واحد. ثانيا عمرة هذه المجموعه او غيرها ما اختارت رئيس الوزراء. انا بحكي هالكلام وانا مسؤول عن كلامي. كيف كان المؤتمر العقبي واخترتم؟ انا مسؤول فيصل عن كلامي. الفائز. اختر، لا ما اخترنا. شخصيه فيصل الفايز انه بين الكلامي. عمر انا بحكي لك وبتقدر لا. تسال انا مسؤول عن كلامي، انا كنت جاه موجود في الاجتماع العقبي. نعم. صحيح ان اخترنا بعض الوزراء لكن شخصيه رئيس الوزراء كان جلاله الملك دائما يقول تتركوها على جنب. انا بختار رئيس الوزراء. فما كان لنا دور لا من قريب ولا من بعيد في اختيار رئيس الوزراء وانا مسؤول عن كلامي بس في زمنكم يعني كنتم قوه ضاربه كنت دون شك كنا قوه ضاربه طب وليش ما عملتوش شيء لانه احنا لسنا القوه الوحيده يعني انت انت بالدوله في في قوى الاجهزه الامنيه قوه يعني كبيره ما ما عمرنا وصلنا حتى الى عشر <applause> حجم القوى الامنيه فخلينا يعني ما كمان نصور الامور انه والله كان بايدنا كل شيء ما كانش بايدنا ولا كنتوا انتم في جواكم كمان مش كثير متفقين على فكره ما كانش في مجموعه مؤسسيه تجتمع يعني مع سوا كزمره بتخطط ما كانش في هذا الكلام اطلاقا اطلاقا هيك توافق يعني صدفه؟ <applause> توافق بالـ بالـ بالخلفيه شايف كيف سواء الخلفيه الاجتماعيه او الخلفيه الـ 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 اللي بتسميه انت ديجيتال شايف كيف اما التوافق في موضوع الاصلاح السياسي وانا مسؤول عن كلامي مره اخرى ما كانت في مجموعه حقيقيه تمثل كتله حرجه يعني حتى داخل مجلس الوزراء تتكلم بالاصلاح السياسي كان في افراد كان في افراد كان في افراد في افراد ولاسك فيش عمل ممنهج لذلك انت ولجت الى العمل الممنهج ان جينا للتعبير وفكره حزب العمل الممنهج كل هالتجربه اللي شفتها بدون من اجهاض العمل الممنهج الحزب؟ الاول اللي اللي يعني شاركت فيه هو الاجنده الوطنيه نعم. هذا كان عمل ممنهج وكان عمل علمي وكان عمل تشاركي احلى ما في الاجنده الوطنيه انها كانت تشاركيه وانها لم تاتي من الحكومه اتت من الناس كان في معانا يعني ممثلين عن مختلف التيارات السياسية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني وإلى آخر ذلك أجمل ما في, ما في هذا الجهد هذا الجهد أجهد أنا توصلت إلى قناعة بعد ذلك أنه العمل داخل الحكومة يعني لا يجدي يعني إذا زي ما أنت حكيت إذا أنت يا مروان معشر وصلت نائب رئيس وزراء ووزير بلاط ورئيس لجنة أجندة وطنية وفي نهايه الموضوع وثمان اشهر و450 اردن اردنيه وثمان اشهر من ال... العمل. بديش العمل بديش اعدل أسم... لك الساعات اللي وضعت في هذا العمل اذا بعد كل هذا الكلام النتيجه صفر اذا العمل داخل الحكومه بالنسبه لي لا يجدي فانا اخترت يعني طواعيه اخترت مره اخرى بدي ارجع اركز على نقطه طواعيه اخترت أن أترك العمل الحكومي، مش أترك بلدي ولا أترك يعني ولا منهجي ولا خدمة بلدي، لكن شعرت بأنه ربما العمل من خارج الحكومة، ربما يجدي أكثر من خلال منظمات المجتمع المدني، من خلال الأحزاب، لأنه لم أستطع وأنا داخل الحكومة، لم أستطع مع كل الجهد الذي بُذِل أن أغير في الأمور بطريقة يعني تقودنا إلى إلى إلى, إلى عملية إصلاحية. تلتقي مع شخصيات اجنبيه فتقول كلاما مزعجا ايش يعني يعني بيقولوا انه الدكتور مروان كارنجي وبعدين بشوف امريكان بشوف اجانب يا اخي بنتقد البلد وبضل يحكي عن البلد وكانك يعني تستقوي بالخارج على الداخل انا لو بدي استقوي بالخارج على الداخل كان ضليت برا اولا انا ما شاء الله علي كنت نائب اول لرئيس البنك الدولي وكنت ولا زلت نائب لرئيس معهد كارنيجي. لو بدي استقوي على البلد ما رجعتش على البلد. انا كل الكلام اللي بحكيه بحكيه من داخل البلد، بحكيه بحكيهوش برا، هذا واحد. تنين هذا كلام مؤسسة كارنيجي كلام يعني شو بيحكوا دس السم بالعسل يجيبوا لي تقرير واحد صدر عن مؤسسة كارنيجي ضد القضايا العربية، واحد. احنا المؤسسة نكاد نكون من المؤسسات الثينك البحثية الرئيسية طبعا الوحيدة في, في, واشنطن التي تتكلم عن الحق الفلسطيني وتتكلم عن الحقوق العربية وتتكلم عن الإصلاح السياسي في الدول العربية واحد تقرير بتحدى يحكوا أنه طلع عن كارنيجي فيه رائحة صهيونية رائحة دعم إسرائيل أو, أو إمبريالية, أو إمبريالية. فيا اخوان يعني اللي بده يتكلم يعمل بحثه بالاول بس بتعرف لانه الناس يعني مرات ما بتتطلع سهل القاء الاتهامات أه سهل جدا بقى سفير إسرائيل سفير سهل سهل جداً, جداً, جدا زبطوه سهل بعتوه بين القصص طب. طب دكتور يعني الان عشان نصل للمفصل التحالف المدني اللي كان فيه رهان كبير عليه وقبل ما نفوت بتفاصيله بس يعني بعد كل هالتجربه وكل هالمشاهدات ما كنت متخيل انه راح ينذبح هذا التيار يعني ما انت شايف الاجنده بكل زخمها وفرموك انا بشتغل انا والمجموعه اللي انا معها على المدى الطويل احنا ما بنشتغل عشان بكره الصبح احنا ما بنشتغل مشان اذا منع اللقاء معناته اه اه يلا يعني نسكر الدكانه ونروح احنا اولا وهذا الكلام أه عمر انا يعني برضه فخور فيه جدا عم نشتغل الان مع الجيل الجديد اذا بتطلع على اغلب المجموعه اللي معانا مجموعه بتعرفش ولا اسم واحد فيها مجموعه من الطبقه الوسطى اللي عمرها بحياتها ما اخذت منصب حكومي مجموعه متوسطة عمرها بين الثلاثين 30 وثلاثين 35 حقيقه يعني بت بتمثل الغالبيه العظمى من الناس اللي بنشتغل <applause> مش بنشتغل معهم ككوادر لا لا هم معنا في القاع شركاء شركاء وبصوتوا مثل أي واحد فينا فإحنا عم نشتغل على فكرة جديدة أولا بتقول إنه إحنا بدنا نهيئ أرضية للأفك... للفكر وليس للشخص إحنا مش غاويين ننجح واحد ولا اثنين ولا ثلاثة بمجلس النواب مش هذا الهدف الهدف خلق أرضية تؤمن بالدولة المدنية وتعمل من أجلها ولو أخذ هذا القرار عشرين سنة، ولو أخذ ثلاثين سنة، ولو أخذ يعني وقت ما نشوفه بحياتنا، فما تفكر إنه إحنا يعني يعني إنه منعونا من اللقاء معناته سكرنا الدكان، إحنا نؤمن بسيادة القانون والقانون معانا، القانون واضح قانون الأحزاب السياسي، وإحنا للآن حزب إحنا الآن حزب تحت التأسيس لأنه قدمنا رسمياً طلب بانشاء حزب تحت تاسيس وزارة التنميه السياسيه والان احنا بنعمل بدون ما جتش مع يعني عدم موافقة, عدم موافقه فاحنا الان حزب تحت التاسيس رسمي هلا هم التخل... وين المشكله؟ انه بدهم يسمحوا لنا نجتمع طيب كيف كيف بدها تشتغل؟ احنا بدنا نضلنا مؤمنين بسياده القانون وبدنا نشتغل ضمن القانون وبدنا نرجع نقدم مره ثانيه ومره ثالثه ومره خامسه وخلي الحكومه تشرح النا وللناس كيف ممكن انها توفق بين طلبها من الناس تاسيس احزاب سياسيه مؤمنه بالدستور تعمل وفق الدستور الاردني كيف ممكن توفق بين هذا الطلب وبين رفضها لهذا الموضوع هل الطلب تاسيس جديد ولا في حزب مؤسس لا لا لا, طلب جديد طلب جديد تم تقديمه الى وزاره التنميه السياسيه والان احنا حزب تحت التاسيس ندعى التحالف المدني الخطوه الان سنة. الخطوه التاليه حسب قانون الاحزاب السياسيه انك انت بدك الحكومه او بتعطيك سنه خلال هذه السنه بدك تجمع 150 شخص وبدك تكتب نظام داخلي نظام دا مش بس نظام داخلي احنا تقدمنا مبادئ عامه لكن بدك تفصل هذه لا. المبادئ العامه بدنا نتقدم ببرنامج اقتصادي اجتماعي برامجي احنا مص... يعني ايضا بنركز على الموضوع بدناش نضلنا نبيع الناس شعارات بدنا نحكي لهم ايش بدنا نساوي بالبطالة بدنا نحكي لهم شو بدنا نساوي بالنمو بدنا نحكي لهم كيف بدنا نحسن وضع البلد الاقتصادي يعني القضية مش قضية بس شعارات وتعددية وديمقراطية لا بدنا نترجم هذا الكلام الى برنامج اقتصادي واجتماعي الحكومة بتعطينا سنة بعد سنة نتقدم بهذا البرنامج المفصل وبأسماء الأعضاء المؤسسين ومن ثم للحكومة ان تقبل او ترفض الطلب. لماذا يعني اول وسم للتحالف المدني بانه ضد الدين؟ هذا الكلام غير صحيح اطلاقا. الدولة المدنية وحتى اوراق جلالة الملك تقول بهذا الكلام، الدولة المدنية تصون الدين وتحفظ وتحمي حرية المعتقد للجميع. احنا ضد تدخل الدين في السياسة. في فرق كبير بين تدخل الدين في السياسه وبين انك تكون ضد الدين. فيش حدا عنده عقل فيش حدا عنده عقل بيعمل حزب في الاردن ضد الدين. فهذا مره اخرى هذه من ال من الـ يعني اسهل الامور اللي ينعتوك فيها حتى توقف انت العمل وحتى تنعت بمثل لا. هذه الـ. نحن لسنا ضد الدين، نحن مع الدين، هيني بحكيها من التلفزيون نحن مع الدين ومع الإيمان والمعتقد الشخصي ومهتمين جدا بحماية وصون كل معتقد ديني ولكن نحن نقول لا لتدخل الدين في السياسة ولا لاستغلاله لا من قبل البعض في السياسة فقط أو لا يجوز ترخيص حزب على أسس دينية أصلا هذا أصلا هذا بقانون الأحزاب السياسية لا يجوز ترخيص حزب على أساس ديني ها كمان نحكي عن قانون الأحزاب السياسية ضد الدين التحالف المدني بتفصيلات التحالف المدني من العمق وكيف يقرا المستقبل ما هي الخطوه التاليه للتحالف المدني الذي ينتظره كثيرون بعد الفاصل انتظروا بكم أعزائي المشاهدين ونستكمل مواجهتنا مع الدكتور مروان المعشر التحالف المدني دكتور يعني أثار لبكي هل بنيتم على نجاح تجربة معن وبالتالي يعني كانت حافز للفكرة ولا الفكرة موجودة أصلاً والاستجابه الشعبيه خلتكم تتقدموا اكثر فكره التحالف المدني لم تبدا من معا بدات يعني فكره الدوله المدنيه نعم. بدات منذ وقت طويل يعني صحيح. انا شخصيا يعني كتبت العديد من المقالات حول هذا الموضوع لا شك ان معا خلقت يعني ساعدت في خلق مثل هذه الحاله خاصه وانها تمكنت من النجاح في الانتخابات وبالمناسبه احنا اربعه من السته اللي نزلوا في معن في معنا في, في التحالف, في التحالف, المدني فلا شك أنها ساهمت في هذا الكلام لكن حقيقة الفكرة يعني أوسع من أي شخص أو من أي مجموعة يعني لحظة معن أو الاستجابة الشعبية اللي معان شجعتكم على بدون شك الانطلاق في جمهور للدولة المدنية أنه يمكن يمكن على الأقل أن تكون هناك أرضية تسمح بإقامة حزب على مستوى الوطن وليس على مستوى الدائرة الثالثة فقط ولكن هذا سيقودكم ان يعني احدى الملاحظات ان هناك خلط في الشخوص حتى اللي طلعوا في الفيديو الترويجي انهم من المحسوبين على تيار الهجوم على الدين وليس كما تحدثت انت لا هذا ليس صحيحا، الفيديو كان واضح في الموضوع يعني لما تكلم عن الدين قال نحن نصون الدين ونحن ضد تدخل الدين في السياسه انسى الشخوص الفيديو كان واضح نعم الان اذا الناس بدها تاخذ يعني في هناك اختلافات في المواقف السياسيه بين الكثيرين يعني لكن انا اتحدى ان يكون انسان ضد الدين كما قلت والمبدا العام المبادئ العامه اللي معا للتحالف المدني والتي قدمت الى وزاره التنميه السياسيه واضحة في هذا المجال نحن نصون الدين ونحن نصون ونحمي المعتقدات ولكن لا نريد الدين أن يتدخل في السياسة فقط تخشون الحديث عن العلمانية عن علمانية الدولة نحن لسنا علمانية إلحادية يعني العلمانية ما هي كلمة علمانية فضفاضة هناك علمانية إلحادية مثلا النظام الفرنسي هناك علمانية ليست إلحادية النظام الأمريكي فلذلك نحن نستخدم مصطلح الدولة المدنية كي لا يفهم أننا ضد الدين أو أننا ملحدون وهذا الكلام مرفوض بـ بـ ولكن بـ 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 يعني هاي زي التسويات ونحن بحاجة لا لا إلى خلال واضح أننا ضد دخول الدين في السياسة وهذه من مبادئ, الحزب. يعني مبادئ المدنية امرار هذه من مبادئ الحزب جزء من تسوية. مرة أخرى وجلالة الملك أشار إلى هذا الموضوع الدولة المدنية الأولى كانت في, في المدينة, المدينة المنورة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من أقام ربما دولة مدنية مش في المنطقة في ناس بيقول لك في العالم اجمع فإحنا مش ما مش ما احنا مش عم نعمل شيء نخترع العجله من جديد هل هذا يعني فكره الحزب البرامجي، فكره الحزب المدني هي التي استجلبت العداء او الهجوم في مقابل انه الاحزاب الاخرى اللي قاعده بتترخص اليوم كلها اما تفريخات دينيه او بملمح ديني انا انا ازعم اننا يعني قدمنا شيء جديد هناك حالة الآن بالرغم من أننا لم نولد رسميا، هناك حالة اسمها التحالف المدني، شئنا أم أبينا خلال أسبوعين الفيديو اللي حطيناه ودعونا فيه الناس للحزب 240 ألف مشاهدة في خمسة أيام 240 ألف مشاهدة أردنية قدمنا حالة أننا لا نعرض أشخاص للناس ولكننا نعرض أفكار قدمنا حالة أننا نريد العمل مع الجيل الجديد وأن الجيل الجديد سيكون من قياديي الحزب مش قضية أنه يعني كوادر الحزب من الجيل الجديد قدمنا حالة في كيفية تقديم كيفية استخدام الوسائل الحديثة للوصول إلى الناس كل هذه يعني حالات جديدة يعني. هل سيكون في برامج في حزب برامجي بيحكي بالسياسة إحنا ما منسوة تعريفة إذا ما قدمنا برنامج اقتصادي اجتماعي يعني أحكي لك إياها بصريح العبارة لا. ما منسوة تعريفة إذا بس اقتصرنا الحديث عن التعدديه والحريات الفرديه والجماعيه والمواطنه المتساويه للجميع كل هذه امور في غايه الاهميه ولكنها في النهايه ان لم تقرن ببرنامج اقتصادي اجتماعي مفصل مش برنامج اقتصادي كلام يعني هيك بصفحتين انشا انشا كيف نعالج قضيه البطاله كيف نعالج قضيه الدين كيف نعالج قضيه النمو كيف نعالج قضية الكفاءة كيف نرفع من مستوى الإنتاجية في البلد كيف نؤمن تأمين اجتماعي وصحي شامل للمواطنين كيف نتأكد من أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للعمالة ولكن الحكومة يجب عليها تقديم الخدمات المجانية الملائمة من صحة وتعليم وتأمين وشبكات أمن اجتماعي للمواطنين كل هذا يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى أرقام ها؟ أرقام تظهر لنا كيفية مثل هذا الانتقال من النظام الريعي الذي نحن فيه إلى النظام الإنتاجي. هذا تماما ما سنقوم بالتقدم به، معنا سنة للقيام بذلك ولتحكم علينا الناس من أفعالنا وليس من أقوالنا. ولكن يعني الملمح الأول قد يكون رب ضارة نافعة، قرار ترامب بجوز ظبط الوضع الفلسطيني، وقد يكون قرار المنع قد أفادكم شعبياً يعني. لمستم ذلك؟ يعني احنا الى الان حقيقة لامسين يعني نتائج ايجابية للغاية حتى قبل قرار المنع، حكيت لك يعني الفيديو 240 الف مشاهد. قرار المنع انا باعتقادي نعم فادنا لكن للحقيقة لسه للان انا مش فاهمه يعني مش فاهم شو سبب المنع. شو سبب انك تمنع حزب يعني مدني يؤمن بتوجهات الدوله الاردنيه. بس في سيوله في تراخيص الاحزاب يعني في الاردن. مش مشكله مش مشكله عمر احنا زي ما قلت احنا متسلحين بالقانون، القانون معنا متسلحين فيه وبنشتغل بهدوء ولكن بايضا اصرار ما راح تفنينا يعني انه ما اجتمعناش بقاعه مره او مرتين او ثلاثه في اساليب عديده كي يتم ما دمنا احنا حزب تحت التاسيس فالقانون يحمينا في ان نجتمع كي نؤسس لهذا الحزب ولكن يعني في ضربات سابقه لم يظهر مروان المعشر حسب الانتقادات كمقاتل كمدافع عن يعني الاجنده فرموك ورحت بال 2005 ورحت هل الحزب يعني ممكن أنه يعني أن يلو مقال الأجندة يعني إيش المروان؟ شو تعريف القتال يعني بدي أدافع عن مشروعي حتى لي آخر لحظة صار لي سبع سنين بتكلم في الإصلاح كل أسبوع في مقال الأسبوع قالوا يا أخي عم تتكلم بالإصلاح من خارج قلت لا أنا جيت على الأردن بتكلم الإصلاح بداخل قالوا أنت عم بتنظر ما تعمل حزب هينا عم نعمل حزب إيش بدك بال... ايش بدك يعني رح تروح على اجراءات قضائيه رح تروح على اجراءات شعبيه لكل... اعتصام رح نروح لكل, قادل. الاجراءات التي تس... يسمح بها القانون من اجل اقامه الحزب واحنا نفسنا طويل لم يعني ابدا واذا اذا ما بنعمل هالحكي انا ما بحكي عن مروان معشر بنكون في معانا مجموعه كبيره من الجيل الجديد المحبط اصلا ما بدنا نزيده احباط في انه نقول له يعني العمل السياسي غير متاح في الأردن. هذا من أكبر يعني هذا أنا شخصيا هاجسي الأكبر أن لا يتم إحباط هذا الجيل أكثر مما هو محبط في إقبال من هذا الجيل المتهم بأنه يعني جيل ميؤه إلى العمل السياسي إلى حقيقة أنا صار لي يعني سنين الآن بشتغل مع الجيل الجديد. حقيقة مش بس متفائل جدا هو اللي بيعطيك جرعة الامل في انه في مستقبل لهالبلد مزدهر جيل ممتاز جيل واعي وانا ما بتكلم عن عمان الغربي بتكلم عن جيل من مختلف المحافظات واللي شفتهم طلعوا بالفيديو اغلبهم مش من عمان من الغربي نعم. كلهم او اغلبهم من المحافظات في جيل حقيقه بده يشتغل لكن ما بده واحد يركب على ظهرهم حتى يوصل بيشتغل مع الناس اللي حقيقه مؤمنه بالفكر مؤمنه بتاسيس الارضيه مش مش اللي مؤمنه بالفرديه وبحزب الفرد او حزب الزعيم وبالتالي هل لو غادر مروان المعشر الى موقع سياسي يعني ببطل هذا الحزب جزء منه لانه حزب الحزب ليس مرتبطا لا بمروان المعشر ولا باي شخص اخر وهذا من اهم مبادئ الحزب ومن اهم ما نعمل عليه وهذا مش كلام مش كلام يعني انشا للاستهلاك المحلي وبكره بتشوف الناس، هذا حزب برامجي مره اخرى بتكلم عن الافكار وليس عن الاشخاص، فالحزب مش مرتبط ولا باي شخصيه، لا مروان المعشر ولا غيره. يعني إذا بكره بيخسر مروان المعشر معركة رئاسة الحزب أو أحد الشخوص المؤسسين مروان المعشر مش ناوي ينزل مش ناوي ينزل لرئاسة الحزب حتى يعني مش راح حتى أحكي لك من الآن <applause> <applause> أنا من المؤمنين أنه خلص الدور للجيل الجديد اليوم. احنا مهمتنا ننصح أه نقدم تجربة لكن الدور القيادي للجيل الجديد حتى يعني لأنه ذرينا أنه بيكون حزبي بعد بيروح على منصب حكومي ينكر حزبيته هل لو ذهب مروان لمعشر السؤال الأخير ستنكر حزبيتك ما على منصب حكومي ما رح رح انت <نحف> <و أنا> عارف وأنا عارف يروح على منصب حكومي ولكن نحن يعني نراك في كل مناصبك حالة يعني تنويرية حضارية نتمنى لحزبك التوفيق ونتمنى أن نرى يعني الحزب يرى النور كما هو مجمل العملية الحزبية هذا كل ما لدينا في مواجهة اليوم نلقاكم على خير في مواجهة قادمة وشكرا دكتور مروان المعشر شكرا وإن لك. شاء الله بالتوفيق شكراً. الله يخليك